السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كتير مننا سمع طبعا بالتاكيد عن ميك اب شي جلام من شي ان، وكتير مننا اكيد جربه، فانا خلاص يعني قررت ان انا اجربه من فتره، وبالفعل طلبت الحاجتين دول وحبيت ان انا اعمل عنهم ريفيو واشارك حضراتكم تجربتي، وهل يا جماعه فعلا يستحق ان احنا نجربه ولا لا. في البدايه انا جبت القلم ده من شي جلام، المفروض ان هو قلم حواجب بناحيتين، ناحيه فلوماستر وناحيه زي سن الاقلام الرصاص كده. كنت جايباه بعد كود الخصم ب9 ريال، يعني بحوالي 45 جنيه. معرفش في مصر بيتباع بكام، بس هو سعره الاساسي على الموقع 12 ريال، وبعد كود الخصم جبته ب9 ريال. هنا ده البلاشر بتاع شي ان، المفروض ان هو ب3 درجات. برضو عجبني شكله، هو اللي عجبني شكله على الموقع، فقررت ان انا اجيبه واشوف حلو ولا لا. في البداية بقى يلا بينا نتكلم عن البلاشر الاول. البلاشر الموجود معانا يا بنات 3 درجات، الدرجة اللي هي الكشمير الغامق، بعدين على بنيات، وهنا على يعني على بنكات خفيفة كده، تمام. الدرجة الاولى دي بصراحة دي فظيعة 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 فظيعة، حلوة قوي 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 دي يا بنات، خطيرة جميلة جدا. الدرجة بعد كده اللي هي على بنيات وأورنجات أو بنكات، أنا بدمج الاتنين دول مع بعض بالبلاشر، يعني باخد هنا خبطة وهنا خبطة كده وبدمجهم مع بعض، وبعدين بحط على منطقة الخدود. بجد النتيجة بتاعتهم رائعة، يعني الاتنين دول مع بعض لما بتدمجيهم مع بعض حلوين قوي قوي قوي. بالنسبة بقى لقلم الحواجب اللي معايا، فهو درجة شوكولات يا جماعة، تمام. القلم ده عامل 12 ريال على الموقع، بس انا جبته ب9 ريال بعد كود الخصم، بعد الخصومات يعني ب9 ريال. المفروض اللي هو ان هو بناحيتين، ناحية فلوماستر والناحية التانية زي الاقلام اللي هي الرصاص، او اقلام يعني اللي بتكون زي الرصاص، تمام. الناحية دي فلوماستر اهو زي ما حضراتكم شايفين كده، المفروض ان انتي بترسمي بيها شعرة شعرة، هوري حضراتكم يا بنات. مثلا انا هنا اهو هحاول وليكن ان انا ارسم شعرة شعرة بالشكل ده كده، تمام. ولكن انا بصراحة يعني لما باجي اطبق على حواجبي بلاقي صعوبة شوية، يعني انا مش عارفة استخدم صراحة الناحية دي خالص، يعني مش عارفة تظبط معايا. لكن في بنات كتير مدحت فيه وقالوا ان هم بيستخدموها حلو جدا جدا. عيب الناحية دي ان هي بيقولوا ان هي بتنشف بسرعة، فانا يعني ما بستخدمهاش يعني يعتبر اساسا، فبتفضل معايا زي ما هي. نيجي هنا بقى للناحية التانية اللي انا على طول بستخدمها. الناحية دي يا جماعة اهو، انتي بس مجرد ما بتلفي الجزء ده كده بيبتدي يطلع لك زي سن، بتبتدي ان انتي ترسمي بيه. انا بصراحة بحدد بيه حواجبي، برسم بيه شعرة شعرة كده يا بنات، اهو ترسمي شعرة شعرة براحتك، تتقلي اتكيت عليه شوية اللون هيتقل بالراحة، اهو هيديك حاجة خفيفة خالص. الجهة دي بقى ممتازة ممتازة ممتازة، القلم ده حلو قوي قوي. عيبه بقى ان السن قصير، يعني هو ماهوش طويل قوي خلاص، فهيخلص معاكي بسرعة. طب بالنسبة للثبات وكده، بصراحة انا يعني بحطه بيفضل معايا باليومين، وبتوضى عادي، باخد شاور عادي، مفيش اي مشكلة، ولكن بعد يومين بيبتدي ان هو يخف جدا، فتضطري ان انت تحطي تاني، فمفيش مشكلة. انت بس مجرد ان انت بتعملي يعني زي تهذيب للحواجب، بتظبطيها بالقلم ده، فبصراحة رأيي فيه ان هو حلو قوي قوي وسعره جميل جدا.